مرحبا متتبعي التشكيل. دائما مدينة الدار البيضاء معنا الحاج باديس الذي تحدث لنا حول الهجرة وما يقع في دول المهجر. جمعية ديال الجميع، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كنشكر الحضور الكريم وكنشكر الناس اللي لقيتهم بجنبي كيساندوني للدفاع على الوحدة الترابية داخل المغرب وخارج المغرب. حنا اللي كنعيشوا في الخارج راه كنعيشوا معاناة، ماشي بحال المغرب اللي الحمد لله الصحراء ما بقى فيها ضرارة مغربية، ولكن حنا في الخارج كنعينوا معاناة صعيبة. ماشي بزاف مشينا لمونت لا جولي فين كاين بزاف ديال الناس ديال البوليزاريو، بعض المغاربانيت اللي منعوا لنا كاع نهزوا العلم المغربي وتشدينا معهم، ولكن في بوندو كاروزيل فاتح ماي حضروا اكثر من 170 بالمناسبه ديال وفاه بورعم. لا في باريس، كنهضر على باريس. بورعم هذا من يدعو اسم الله مشى شارك في الاقتصاد ديال فرنسا وشارك في الاقتصاد المغرب وقتلوه المتطرفين ديال فرنسا 1995، وجميع الرؤساء ديال فرنسا كيحضروا. هذه الخطره جات العمده ديال باريس، قلنا نكتفي بهذه اللقاءات بدون فائده. قالت لاش مطلوب مني؟ قلت لها مطلوب منك باش دير واحد تعاون، واحد لاكوبيراسيون مع المغرب والشباب المغربي. وبديك المناسبه دخلت ولد المرحوم، دابا ولا يعني عنصر بشري في داخل لميريد باريس. هذا مكتسب جديد. المرحوم سميتو ابراهيم بورعم، تقتل 1995. راه سي عكيف ديما كانوا كيحضروا في الوفاه ديالو، قتلوا في الواد، رمى في الواد ديال باريس في 1995. وكان المرحوم كان غير كيتسارى وشدوه شدوه لوبين، صحاب لوبين اللي ما كيبغوش العرب بصفه عامه، وقتلوه ورماه. ولكن بفضل الحكمة ديال الملك الحسن الثاني نصره الله وصلنا لواحد المستوى عالي في ذاك الحقره اللي حقروا المغاربه. وسيدنا الحسن الثاني الله يولي برحمته الله سهر على ذاك المرحوم حتى دفناه في البلاد قبيله يدوس ملال. وهاد الخطره فاتح مي حضروا معنا بوليزاريو بالكثافه، وحضروا معنا حتى بعض المغاربه اللي حيدوا لي العلم المغربي من يدي. مالوروزمون حتى شي واحد من السفاره ولا القنصليه اللي كيمثلوا المغرب ما حضروش معنا. ملي دازت شي ايامات تلقيت مشيت زرت السفاره ديال المغرب في باريس، قلت لها كيفاش ما حضرتيش معنا في الوقفه اللي كانت فاتح ماي؟ قالت لك ما علمونيش. قلت له ودي حنا وشكون علموني؟ هاد السنه انا يلاه جيت من باريس، انا مازال رجليا سخان ومشيت اختصاصا باش نحضر في ذاك التعاون. هاد السنة فاتح ماي درنا وقفة كبيرة في وسط باريس، وجاو أكثر من 170 جمعية في المجتمع المدني كيساندوا المغرب. وما ننساوش واحد الجالية راه ما كنهضروش عليها، وهو الإخوان اليهود المغربيين اللي عندهم واحد الغيرة كثيرة على المغرب، كانوا تما وحضروا معنا. وهاد الجمعية سميتها الجمعية للمتقاعدين بالاتحاد الأوروبي. الاتحاد الاوروبي اللي هو البرلمان الاوروبي جا للبرلمان المغربي قال لهم راه مشكل، ولكن هذاك المشكل لقينا له حل، وهو سيدنا الله ينصره اللي هو ديما هز العالم ديال المغرب. دابا كل شيء راه كيرك على المغرب، الحمد لله، اللهم لك الحمد وشكرا. كنشكر الصحافه المغربيه داخل المغرب وخارج المغرب، بلا ما نذكر الاسماء ديالهم على قش كثار اللي عندهم غيره على المغرب. وعندنا الشباب اللي هما عنصرين في جميع الادارات ديال الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي غادي في الانتهار على قش ما بقاش الشباب، بقاو غير الشيبانيين. دابا شكون اللي هز لاوروبا؟ غير الاجانب، ومنهم اكثريه ديال المغاربه، ومن غير المغاربه هما اللي هازين اوروبا. واوروبا غادي نعم دار الدور ديالها. الصحافه المغربيه كتلعب الدور كبير داخل المغرب وخارج المغرب، وحنا كنلعبوا الدور كبير داخل المغرب وخارج المغرب، وما يمكنش نتخلاو على بلادنا. ما خصنا التخير، والعلاقه اللي خصنا نشتغلوا فيها وهو الجيل الجاي. الا مشيت دابا لاي مدرسه هنا في المغرب اللي زايدين من الثمانينات الفوق تهضروا تقول واش كتعرف الصحراء المغربيه؟ يقول لك ما نعرفهاش. اذا فين 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 الروح الوطنيه؟
علاش حنا حلينا هذا الفضاء الثقافي مغاربة العالم؟ غير باش واش سداد رسول لفرنسا؟ واش البغرير وهذا كيتبع دابا في فرنسا؟ يعني الثقافة مشات وصلت، ولكن المسؤولين ما كاينينش. مثلا عندنا دابا واحد المركز الثقافي في باريس مصوب ومسدود، علاش ما يتحلش هذاك المركز الثقافي؟ وفي بروكسيل علاش ما يتحلش؟ كاينين مبنيين ومسدودين، يعني فين الأطور؟ هذا مشكل عويص لهذا اللي خص المسؤولين. واش هاد المسؤولين في الحكومة الحالية كيتسناو الأمر ديال سيدنا؟ راه إلا تسناو الأمر سيدنا ما يقدرش يدير كل شيء. عندنا المركز الثقافي في وسط باريس هذه 50 هو مسدود، مسدود ما كاينش اللي حلو. وعلاش استمرنا في هذاك العمار؟ وهنا نيت شحال من نظرات تحلات في المغرب. انا علاش جيت للمغرب؟ جيت نستمر في العنصر البشري. لو كان بغيت نربح الفلوس لو كان استمرت في العمارات ولا استمرت في العقار. العنصر البشري كيلعب دور كبير، وهذا هو اللي مهم اللي خصنا كاملين نفكروا فيه ونشجعوا على قاش. الا كنا العنصر البشري راه كلشي غادي مزيان. ونحاربوا الاميه، راه عندنا بزاف مازال الاميين في المغرب. ضروري كيما الخطاب ديال سيدنا ديال 20 غشت العام اللي فات، راه هضر بزاف على الجاليه وعطاها واحد الوزن كبير، ولكن مع الاسف الشديد الجاليه مشتته وما مجموعاش وما عرفناش. دابا حنا ملي كندخلوا للمغرب كنتلفوا، ملي كندخلوا للمغرب ها وزاره الجاليه، ها مجلس الجاليه، ها مؤسسه الحسن الثاني، ها فين غادي نمشيو؟ عند من غادي نمشيو؟ السيمانه اللي فاتت كنت في البرلمان، تلقيت مع بزاف الفرقة، قلت لهم الله يجزيكم بخير ورونا شكون المسؤول على الجالية المغربية في المغرب نعرفه. وهذا مشكلة مشكلة مشكل عويص هذا. علاش كنقول أن الجالية في خطر هذيك أكثر من 5 سنين؟ يلا الصديق ديالنا السي التيجاني هضر عليها. علاش؟ دابا واش يعقل الناس اللي استمروا في المغرب وداروا الدول ديالهم في المغرب يخلصوا لي زامبو في الخارج؟ هذا راه مشكل. هذا الا مشات الجاليه حتى حيدتها الموال ديالها في المغرب وبعث العقار ديالها، فين غادي يمشيو؟ يمشيو يستمروا فين؟ انا من المتطردين من الجزائر، كاع ما هضرتش عليها. من الجزائر انا من المتطردين في 1975 في المسيره الخضراء. كاين واحد العادات ديال المغاربه سمحوا في الاملاك ديالهم، سمحوا في هذا ديالهم، وما كانش اللي كيهضر عليهم. راه مشكل هذا. ما انا ما كنديرش السياسه، ما كنديرش السياسه. السلام عليكم. شكرا لكم متتبعي قناة أشكاين على حسن المتابعة، ولنا عودة في الموضوع إن شاء الله، ولا ننسى شعارنا تعليق للمواطن لكي يصل صوت المواطن. دمتم في رعاية الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى برتجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.